بنات، معكم الارتست منوش ومعايا الدكتورة رسل. حنشتغل اليوم على شكل عينها. عينها يعتبر اللوزية الصغيرة بس الكيوت، فيها طبطين مرة. لا 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 مش صغيرة. لا مش كبيرة ومش صغيرة. أنا طول عمري عايشة عيوني كبيرة. خلاص كبيرة. طب خلينا نشوف، أنت كبري يعني. خلاص أوكي. أوكي. نبدأ؟ يلا. عيون دكتورة رسل اللوزية عندها رفعة بسيطة من هنا، ولكن إيش؟ عندها طبطينة من هنا، وفي نفس الوقت عندها قرب في العين. إيش حنعمل؟ حنعمل كنتور بس الجزء الخارجي من العين بقلم كريمي من أربن دكاي، نطلع الكنتور لفوق، نحاول نسحب العين لفوق، نحدد العين أكتر عشان تنسحب معانا، عشان الطبطينة دي ما تجلس نايمة، نرفعها. لو لاحظتوا معانا بين العينتين الجفن هنا ارتفع وأدانا مساحة، والطبطينة اتموهت وانسحبت العين لفوق. نبلت لايم كراين في الكورنر، نطبطب بس مكان كنتور العين. هستخدم لون شيمر من باليت هدى بيوتي كمان. نستخدم قلم أسود، نحدد العين من الزاوية الخارجية عشان يدينا عمق. طبعا ما نوصل اللي قدام مرة، لمنتصف العين بس. نستخدم لون عنابي غامق من باليت لاين كراين. نستخدم لون على نوت مات. والأشياء الشمر والجليترية نجمت مع العين تدي سحر مرة حلو. راح استخدم اللاين كراين. الرموش حنستخدم لها من هاوس اوف لاشز، بس نوصل بلون بني على رمادي بس المدمع انه يدينا ظل. نركز الماسكارا من الطرف اكتر من الرموش الداخلية. خبينا العين اللي مو مشتغلين بيها. العين هنا اشتغلنا، رفعنا العين، خففنا من الطبطين، سحبنا نزلة العين، نورنا من المدمع لأنه كان عندها غوران. نوريكم المفاجأة ولا باقي؟ شو قصدك يعني؟ حلوة يعني؟ أنا حلوة بحالي. تجنني. ايش رايك دكتورة رسل، حبيت الميك اب؟ بس اقول منوش عاشت ايدك، تسلمين على هالميك اب. يعني انا حواجبي اول مره ترسم بهالطريقه، وايد طبيعيه وايد. وبعدين الجلتر انا عاده ما احط جلتر، بس اليوم خليتيني اني افكر. تكنيك بسيط، تكنيك بسيط برز جمالها بطرق مره سهله، خطوات سهله عليكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله يكون عجبكم التوتوريال، وقولوا لنا رايكم في النهايه. تسلم ايدك. ثانك يو سو ماتش.